نروح لخبر آخر أيضا من بوابة الجمهورية، وبنقرأ العنوان: بدء فعاليات المرحلة الأولى للمشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية. وفي التفاصيل، تطلق وزارة الشباب والرياضة فعاليات المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، ويتم التنفيذ بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمبادرة الشبابية بعنوان شباب مصر 2030 والشراكة الأكاديمية أكاديمية ناصر العسكري العليا والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في الفترة من يوم 5 ل 8 يوليو بالمركز الأولمبي بالمعادي. نعم، كمان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد أن المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية بيستهدف العمل على دعم الكوادر الشبابية المصرية بجميع المحافظات في ظل الدعم الرئيسي للقيادة السياسية والاهتمام الشديد طبعا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتمكين الشباب المصري في مختلف المجالات، وكذلك العمل على تأهيل الشباب للانضمام للمجلس المحلي ورفع الوعي الفكري الثقافي والسياسي ليهم وتأهيلهم لفهم الشارع المصري والعمل على حل التحديات اللي بتواجه المواطن ولقائهم مع أصحاب الفكر والرؤى والرموز السياسية البارزة ونظرائهم من شباب السياسيين للتعلم واكتساب الخبرات من خلال الحوار البناء والمعايشة والمناقشات الثرية. احنا عندنا طبعا فقرة هنتكلم فيها عن هذا دور الموضوع. الشباب في طيب.